أنا سمعت منك ومن آخرين، لأن أنا أيضا كنت أتابع من خلالك ومن خلال آخرين، أن المحكمة الموقرة اعتبرت الـ6 مليارات كلها هدر. زين، هسه أنا باكر أروح أخذ الـ6 مليارات، أرد أبوق الـ6 مليارات وأطلع بـ4 سنين، نمولة 4 سنين طبني طلعان 6 مليارات بـ4 سنوات. أستاذ باسم، صحيح. لا هو بس فهمني، لا هو هسه هي يعني مادة قانونية جيد، والقرار هسه احنا انتم بعدكم ما استلمتوه، والقرار بالتمييز او بالاستئناف. هل يعقل واحد يثبت عليه والمحكمة تقول الـ6 مليارات هدر ياخذ 4 سنين؟ شايل الوادم كله راح يصير حرامي يا باشا. ده هو يعني عندك احكام موجودة، يعني جرائم مثلا السرقة الحد يعني الحكم الاحكام تبدي من 5 سنين، يعني حتى لو كانت السرقة هذا الجلاس اللي قيمته 1000 دينار، هاي عقوبتها يعني اقل شيء 5 سنين، وجاي تحكم محكمة الجنايات 5 سنين وشهر لشخص يسرق حمامة، يسرق كناري، وهذه موجودة الاحكام، واحكام اكثر من هذه. اكو يعني شخص انحكم 7 سنوات اتصور او اكثر، حتى ما يمكن 7 سنوات، على كيس شعير، وكان يعني سرقة لان ما عنده ياكل، هذا الحكم 7 سنوات، لكن اللي يشرق مليارات 4 سنوات. اعتقد حكم، انا اخلي هاي القضية امام السيد فايق زيدان. انا هسه لو اشتغل بعد 600 سنة ما تصير عندي 6 مليارات، يعتبرها سفر فأنت عليك. يعني انت الان توديني، واذا عندك عرف عنده 6 مليارات اخذهن واروح اعترف، والسنة بالسجن ايش قد؟ 9 اشهر توا بالجو مشكلة. اي هو صدق والله، وايش ايش قد؟ 9 اشهر. لا انا انحكم 6 سنوات. لا هو السنة بالسجن 9 اشهر، يعني في اربعة ماكو 16. سفرة ترفيهية. سفرة ترفيهية احسن ما ياخذونك الولد وتطلع عندك 6 مليارات. اي فعلا، يعني هو حقيقة هذا الحكم مع استرداد المبلغ له. لا المبلغ ما مسترد الان. هو شوفوا يعني بالمناسبة، يعني أنا تواصلت مع مدراء الدوائر اللي إجوا واللاحقين لبعضهم في دار الصحة. نعم. يفترض أنه بما أنه ثبت الغبن، المادة 124 من القانون المدني تنص على أنه إذا كان المغبون محجورا أو كان المال الذي وقع عليه الغبن للوقف أو الدولة فيكون. نعم. العقد باطلا، يعني بثبوت التغرير فقط دون الغبن، دون التغرير. يعني إذا كان للدولة، إذا ثبت أنه العقد بغبن فاحش وكان الغبن فاحشا فيكون العقد باطلا. يعني يفترض بدائرة الصحة المثنى أن تقيم دعوة فسخ العقد والمطالبة بالتعويض، ويجي الشركة تأخذهن. لكن للأسف إحنا الشركة راح اختفت. إضافة إلى ذلك، إذا تسمح لي، أكو نقطة مهمة. العقد يعني هاي الثلاجات غير صالحة للأجواء العراقية، يعني إحنا راح نرميها بالزبالة. و24 يطلعون عادي. ها؟ يطلعون. أنا ما أدري القضية بعتها بالتمييز أو بالاستئناف إلى الأخوان في مجلس القضاء الأعلى. إذا كل 6 مليارات بـ4 سنين ودعتكم الجماعة راح يلزمون سرع. لا حقيقة أنا بس ممكن إحنا ثقتنا بالقضاء عالية، لأن قضاءنا وقف ببوش الإرهاب، وأنا عندي أصدقاء قضاة هددوهم بلدهم لكنه أخذوا قرارات. لكن يا أخوان هاي فلوس الوادم، الله يرضى عليكم، عيدوا النظر.